أستاذ فايز، حقيقة سأذهب باتصال من جديد أيضا مع الدكتور ناصر طهبوب، وهو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية. مساء الخير دكتور ناصر. سعد الله مساك، تحياتي. الله يعطيكم العافية سيدي. شرفني. دكتور ناصر، يعني إذا ما أردنا قراءة المواقف الدولية والعالمية اتجاه الحرب على غزة، ربما نحن أمام ثلاث مسارات، حبذا لو تطلعنا عليها. يعني صحيح، خلينا احنا نسوي تقريبا تلخيص للوضع. الوضع انه الحرب قائمة، نعم، والحرب عم بتأثر على المواطنين العزل، ويبدو انه صار في تداخل للحياة بين الحياة الانتخابات والقيادات السياسية بأكثر من دولة، وحتى الانتخابات في الولايات المتحدة بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين. واحنا بنعرف وبندرك تماما انه الحقيقه هنالك علاقه يعني وطيده بين الولايات المتحده واسرائيل، وهي العلاقه تجسدت في الملاحظات اللي طرحها الرئيس بايدن. ويعني نتوقع انه هذا الحقيقه نتوقع نسمع الملاحظات من القياده الامريكيه ومن اوروبا الغربيه، وبصوره عامه احنا امام مازق. المأزق إنه الحرب مستمرة وأثرها على المدنيين العزل يعني واضح للجميع، ونشوف خلال الصور. السؤال إنه ماذا يمكن أن نفعل من أجل الحياة، إيجاد حل للمأزق اللي بتمر في المنطقة بصورة عامة، وبالذات الحياة الحرب. دكتور ناصر، يعني دكتور ناصر، أنا سألت حقيقة فيما يتعلق في المواقف العالمية والدولية، كيف تقرأها، كيف تصنفها، خصوصا أن هنالك بعض الأطراف لم يظهر لها حتى اللحظة ولم نسمع لها موقفا ولا صوتا. يعني شوف يا سيدي، شوف الحقيقة واضح أنه القيادة الإسرائيلية تتمتع بمهارة فائقة بينها تستطيع تصل إلى أصحاب القرار في دول العالم، واستطاعت أن توصل رسالة واقتنع فيها العالم الغربي هذا الرسالة. الطرف الآخر رسالته مش واضحة، مش واصلة لباقي دول العالم، لكن بدون استثناء يعني هنالك مواقف معروفة وتاريخية. هذه المواقف المعروفة والتاريخية ظهرت من جديد. يعني اليوم احنا في مرحلة ماذا ممكن أن نعمل من أجل الحياة أن يصير في نوع من التفاهم والتفهم وعمل جدي من أجل وقف الحرب والتوجه نحو مفاوضات جدية لحل بعض الأمور. الحياة اللي هي أمور طرحها جلالة الملك خلال السنة الماضية في أكثر من محفل دولي، الحاجة إلى أنه المواطن في فلسطين وفي غزة وفي كل المنطقة أن يعيش بكرامة، وأنه الحياة هدر الدم يوقف والقتل يوقف، وبدها نوع من المنطقية والعقلانية. والمنطقية والعقلانية اللي موجودة بالأردن والعلاقة الطيبة اللي يتمتع بها الأردن مع دول العالم هي أساسية بهالمرحلة هاي، لأنه المصداقية والاحترام اللي تتمتع به الأردن هي أساسية من أجل فتح أبواب النقاش والحديث والمفاوضات من أجل وجود حل. أو أول مشروع هو وقف لإطلاق النار الحياة بالمنطقة. تفضل. نعم دكتور ناصر، يعني اليوم حقيقة الحرب ربما أخذت أيضا أبعاد أخرى فيما يتعلق باستخدام أسلحة مثل الفسفور الأبيض المحرم والممنوع دوليا. كيف يمكن حقيقة تشكيل رأي عام عالمي اتجاه مثل هذه السلوكيات اللا أخلاقية، وإن كانت الحروب كلها لا أخلاقية؟ يا سيدي، في الحقيقة بالعالم كله بدون استثناء هناك تعاطف مع المدنيين بدون استثناء. نعم. والصور اللي شفناها الحقيقة أنه لا وجود للماء ولا للغاز ولا للكهرباء، وراح في تعاطف عالمي انه مواطنين غزة العزل لابد من وجود حل
ووقف الحرب بأسرع ممكن وقت ممكن. هلا هناك قناعات في العالم، هلا مش الوقت للتغيير والبحث في هذه التفاصيل. اليوم احنا في أزمة حقيقية بحاجة لوجود وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، ولابد من إيجاد الحياة الطرق والسبل والشخصيات الدولية اللي ممكن أنها تلعب دور في وقف إطلاق النار من أجل الانتقال إلى مرحلة ثانية، مرحلة المفاوضات، مرحلة المدنيين، مرحلة المساجين وألخ. يعني في هنالك بروسس بدها تمشي، والحياة هذا هو الأهم. ماذا نفعل يعني اليوم الحياة؟ وأظن اللقاء اللي تم صباحا اليوم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس أبو مازن ووزير الخارجية الأمريكي في أماكن يعني جيد جدا، وحضرتك تفضلت وتحدثت عن المكالمات التلفونية التي تمت بين جلالة الملك والزعماء العرب. هنالك أنا أتصور جهد عربي يعني ملموس من أجل الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة وقف إطلاق النار، نتمنى لهم التوفيق. ولكن هناك أيضا ملاحظات الحياة بخصوص أنه 2 مليون فلسطيني بغزة يعني يرحلوا للأردن أو يرحلوا لمصر. هذا كلام غير مقبول وغير منطقي ولن يحصل بتاتا، لأنه هذه دول مستقلة والشعب الغزاوي الفلسطيني قاعد على أرضه، ما حيرحل ولا يروح إلى أي مكان آخر. يعني هناك طروحات كثيرة وعديدة الحياة، بعضها منها منطقي والبعض هي عبارة عن إعلام من جميع الأطراف واستغلال الإعلام لبث رسائل. فإحنا يجب نبعد عن الإشاعات ونركز على شيء أساسي، وهو هذا الإنسان الحياة العايش بغزة عم بعيش ظروف صعبة. حتى يعني إحنا على صعيد مش بس الشعب الفلسطيني، بإسرائيل يعني بدي أسألك سؤال، إنه هل الأم الإسرائيلية في نهاية المطاف ترغب بأن ابنها يعيش بسلام؟ نعم. وأن هي تعيش بسلام؟ فإذا إحنا كلنا بنطلب السلام، لابد أن يكون هنالك عمل مشترك، وأن كل شعوب المنطقة تعيش بكرامة وتعيش في على أرضها وفي وطنها حقوقها، حق التنقل، الحق عايش بكرامة، فرصة للتعليم، للعيش بدون دكتور ناصر. نعم نعم، أنا أود أن أشكر حقيقة مشاركتك معنا ومداخلتك معنا هذا المساء في هذه التغطية الخاصة.